الفنانة المصرية كريمة مختار هي أشهر من قدمت شخصية الأم بامتياز في السينما والدراما المصرية، فقد تألقت في مسلسل يتربى في عزه الذي منحها لقب ماما نونا، بعد أن استطاعت دخول كل البيوت المصرية والعربية نتيجة حنانها الزائد وتدليلها لابنها حمادة صاحب 60 عاما، وأصبحت رمزا للحنان والعطاء، كما قدمت فيلم الحفيد الذي جسدت فيه دور أم لسبعة أبناء محاولة حل مشاكلهم، وكانت مثالاً للأم المدبرة. ومن أشهر المسرحيات التي قدمتها العيال كبرت، مجسدة دور الأم التي تهتم بحياة أبنائها وتلبية مطالبهم على حساب نفسها وزوجها.